بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الخامس من المعارف المعرف بأداة التعريف أي بآلته. في شكي خندو معنى كمعارف شاشا لمائلة اسم الإشارة موصولة أمسيانا علم علم نبيش لمائلة علم اسم الإشارة موصولة أمسيانا شو قال يعني؟ أبجأ معرف بأداة تعريف وكؤلو أمو أوانا أما بيجيان نوعي كيشان مزاف ولاي معرفية جاءوا مزاف ولاي معرفية شهر أبيجيان لم بيجماو لو بحث كان أيكا ببيج شاهد أم بيواب معرف بأداة تعريف. أداة تعريف يكي كان ألا يكي كان إزافية ويا كان هل كان كابا يكي هوا بس يوكا جاء علي الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط الإسخوي بتنيا حرف تعريف يعني هل عوام مجموعة كحرف تعريفة يعني لامك فقط وخلافة يا آية يعني خلاف لواها آية ال هل يكسر حرف وكشون قد حرفك بو تحقيق أليش حرفك بو تعريف يعني خير لامك حرف تعريفة همزكا إزافية هنا ما نبخاطر إبدا بساكن بعض النظرية أنواعي حالا لا مكلام تعريفا هر كامل كان بيه كارمانية فنمط عرفته لفزي نمط كنكيرية أقر تو بيكي بمعرفة يعني إن عرفته أقر بيكي معرفة قل فيه النمط باشا بيبلا النمط كيبلا النمط يعني بوا أبي بمعرفة قل فيه النمط فيه النمط يسأل مبتدايا حرف خبركيتي حرف زائد تعريف تعليم زافريتي أو اللامو يعني أو اللامو حرف تعريفين أو كذا عاطفية اللامو عاطفكاتو بوسر أو اللامو أتى مبتدا بلاي خبركي محسوفة بقرني ما قبل فقط يعني كأوتزاني فانتهي يدل فقط اسم فعل آخر في أتولي بلاي فيك زائد وقد اسم في اسم فعل يعني يتل انتهي دعائي بينا واختيك مثلا لامك حرف تعريف بيها يتل بسرة مثلا بس ما نبوه ويك تعريف بقينيت شي ما بس تنيا لامك هل يعني إذا عرفت ذلك فنمط أو في جزائية نمط مبتدايا عرفت يعني فنمط عرفت يعني إن عرفت فنمط عرفت يعني أردت تعريفه وقربت بكيت معرفه قل فيه النمط يسا نمط مبتدايا عرفت فعل مازية فاعل كي تيكفع لك يدي فنمط عرفته باشا فنمط إن أشئنك لواء مقدر به لسان قل لك إيش فيك مقدر به يعني إن عرفته إن عرفته يعني قال أو نمط معرفك فقل فيه النمط وقت قل لك بيت الجزاء فعل أمري شفعلك أنت فيه متعلق بقوله النمط مفعول قل لك جاء قل فيه النمط أبيت الجزاء أو شرط مقدرك يا من نزل ما نقر نمطنيش مبتدابه أم عرفت قل فيه النمط قشتي بسلك تخبر والنمط يسأل أل بجملتها هل هي حرف تعريف أو اللام فقط فيه خلاف أل بتيك راكي آية حرف تعريف يا لامك فقد بتنيا حرف تعريف خلافك يا مثلا فالخليل على الأول خليل لسأل أولا يعني أو بيوا بجملتها حرف تعريف جاء الوكشون قد وتحقيق أليش حرف تعريف ورجحه المصنف في شأن الكافية والتسهيل مصنف أو قصي خليلية ترجح دعا لشحر كافي ولا تسهيل إشعه فالهمزة همزة قطعين بو قرارة أقر ألا قشتي حرف تعريفي همزة كهمزة قطعة وليك إما مثلا لدرجة ساقتية كين لبرتشية لبر تخفي لبر كثرة استعمال تخفيفة وسيبويه والجمهور كما قال أبو البقاء في شحر التكملة على ثاني وليسيبويه جمهور علماء النحو وأبو البقاء لشرح تكملة وتيتي لسرد ومكان يعني أوان بي أنواع لا مكبة يا حرف تعريفة كواتا أقل لا مكبة يا حرف تعريفية فالهمزة أجتلبت للنطق بالساكن راك يشراو هنرا بو أي نطق بساكن كين أولا درجة أروا وإلا هي أولا قبل إن درجة بوشي أروا يكاك تونا الله همزة كامزة قطعة بوشي ندر أخرني الله قال مجموعة كي حرف عطفة كرة حرف تعريفة مثلا سكاني إذ مجموعة كي حرف بلين ظرفة
وقتی کوایه هم زکم زی قطع دلیل شبه هم زکم زی قطع بی. ای بو چی مثلا هم زی الجاری و الدرجار و ابو قراره این که که لبر کفرتی استعماله و لبر تخفیف و کاره کی. و جزم المصنف في فصل زیادتی همزه الوصلی بأن همزة الوصل وجزم المصنف في فصل زيادة همزة الوصل بأن همزة الوصل يشعر بترجيحه لهذا القول. ولأما لولا أوتمان لا كافية ولا تسهيلة سكي خليلي بابا عجزاني بلا بلم كتابي خويا وما كان مصنف جزمنا ولا فصل زيادبوني همزة وصلة بويك همزة الوصلة خويا أو جزمي مصنفة مشعر بمكة مصنف ترجيحي أم قول دوامي داوة حالبي يعني ببيشو علي ترجيحك تسهيل أو ترجيحك لتسهيل دابوي كافي وتسهيل أم ترجيحي ليري وفرقها عكسي أو بياني قسيسي بوهي ترجيح بداك لا مكبة تنيا حرفي تعريف بي أو. أما أو أود قسك بيان كراك مصنفي خومان لهندي الاكتفاقان يتنفذاري أميان ولهندي كان يتنفذاري أميان ولي ولي سيبوهي قول آخر سيبوهي جغل موتي تريشي هيا يجي إنها بجملتها حرف تعريف ولي والألف زائدة على تكراك حرف تعريف بلان ألفكج زائدة يعني أما كألفك زائد بالريقل لو ناميك مجموعك حرف تعريف به باشا يجي بس آيس الله عليه باسم فاعلة لقال الله ألفكج زائدة يبوعوا مجموعك اسم فاعل أبو مجموعك النبي تتحرف تعريف وحرفك جي زائد بقشك خو مش حرفك زائدة كان شي مجموعك اسم فاعل أواي قداش نقول زيادة دو جورة نوع زيادة هي مع الولعة نوع زيادة بعد الولعة أو زيادة مع الولعة كريه باشا أو هل قال كلمة تشكيل بو لو زيادة ولو أصلا بهردك يعني أو معناها قيادة حالبي طلاب زيادة بعد الوضع وكوهي الله كاكا لا ما كمان بساكني زيادة البوي كذا بساكن أمرها مزا كمان هاو أو زيادة بعد الوضع ولا أقر زيادة كزيادة مع الوضع بي الله باب تقرأ كلمك حرف تعريفة دي أمجالة همزة زائدة أو سيبوهي أو يجي فنمتن عرفته أي عرفت تعريفه بوي الله مثلا نمتن عرفته أي عرفت يتوانى نمط معرفة كردوها كواتر بلا النمط يعني أجا النمط إيرادها ينشر الله معرفة منك الأخوة على أجا الإرادة تعريفة كرد أجا الإرادة وكرد بك تمعرفة قل فيه النمط نمط شيء وهو ثوب بارشيكك يطرح على الهودجي يطرح يعني داد دريتها بسر كجاولة بارشيك إذن بسرية والجمع أنماط جمع النمط في جبته أنماط نوكو شو مثلا جمع عمل بتاع أعمال جاء مجارة ال بأوا بيجين با تعريفك الكلمة كلية ويك اللي بايره اشتيق بلن ك تولو عبارتي وحالي ببين ال وقتك كتشوس الاسمك إشارة بماهية مصحوبك مثلا الرجل عائسة كاني أو ال إشارة بماهية الرجل ماهية الرجل شيا ذكر من بني آدم جاوز حد الصغر بالعظم يعني بالي حد الكبر يعني مثلا الرجل يعني ذكري بالغ أو ماهيتك يعني ذكري بالغ شاكا جاء أو ألك إشارة بولي ماهيتك يا بالي لا بشرط شيئا يعني ببيه الشرط واتن وجود بو او دلالت كدن بو او اشاره نوجود شيء بشر جيراوا نعدم وجود شيء بشر جيراوا باشا يا بشرط شيء بشرط شيء شلون يعني لا مكا لك اشاره بماهيه مصحوبك ولا باعتبار تحقق او ماهيته لزمني فردك معينه لافرادك باعتبار تحقق ماهيتك لزمني فردك معينة لأفرادك باشا مسوكو اليوم أكملت لكم دينكم اليوم ها يوم اليوم يعني أمره أو أله إشارة بماهية يوم ولي يوم كان زور
أما باعتبار تحقق ماهيتي يوم لازمني روجك معينة كأمرك يا ها وحال برا باعتبار تحقق ماهيتي يوم ماهيتك لازمني فردك معينة باشا جاء أجر لصورتك لا بشرك شيء به يعني أجر ألك إشارة بماهيتك به ببيئة ما كاعتباري وجودك الشيء وجود شيئك لقلبكين يا اعتباري عدم وجود شيئك لقلبكين أو بيلن أليجنس حالبي ولي أجر باعتباري تحقق لازمني فردك معينة به باشا أو اختتيا فكرين أو بيلن ألي عهد أما بذي معينة كلو كاعتدا شيء أتواني بو إما فردك معينك معينك معين وقت وهي ذكر ذكر وخو عليك هكا رأيت كتابا في المكتبة كتاب يكن بيني أمسي يعني دوك بيني وما أما علم شي علم اشتريت الكتاب روجي دو هذا ملشي اشتريت الكتاب كتاب كم كري أو أمود كتابا رأيت كتابا أمرأ علم شي اشتريت الكتابة أم ألاك شو سلم كتابة يعني همان كتاب كبنا كيري ذكر مكردوه موصولة باشا أبيت شي أبيت ألي عهد موصولنا ألي عهدي ذكري ألي عهدي ذكري يعني بقى لك يجن ألي عهدي ذكري باشا أو تبوي ألي عهدي في يجن شنك أم ألا إشارة بماهيتي مصحوبك لازمني فردك معينة باشا يعني لازمني فردك معهودة أم جاء بشي معهود بوا شنك بذكر معهود بوا يجن ألي عهدي ذكري حاربي جاري وهي وكو اليوم أكملت لكم دينكم بحزورة يعني تعيينك معينك حزورة أرن أهلي ألي عهدي حزوري حزوري جاء عبتي كيك يرمي خوما أو حزوري شاء بمدوبشو حزوري حسي حزوري ذهني مثلا إذ هما في الغار كالغار مردو الغار ثورة شاكا لواك أقر إما وثمان إذ هما في الغار أو ألا إشارة بما هي غار ما هي مصبوبة لازمني فردك معينة كديار أبيت معهود لازمني فردك معهودة شي وسيلة هناك عهدك يا حزور أما حزوري ذهن مثلا إذا من الله إذ هما في الغار ديماني أو غارة ديتا ماشكي منو خونا شون بوابي حاربي بلكو حزوري ذهني او اولى ذهني منا حزوري هيا جاري وهي حزور بلام باشا عليم خذ هذا الكتاب او كتابه ورقرا باشا وقتك يجم خذ الكتابه ها القران هيا الكتابه يعني ام كتابه اوش يا الي حزوريه الي عهدي حزوريه ولي حزوريه كحسيه لك ذهني الي ام تقسيمي حزورة ولا حسي وذهني أعوه إخوانا متواجبين باشا حسوري حزوري حسي وحزوري ذهني وأم جارة ذكرية كشك أخوي أو دانبو أبتأوش باعتبار تقسيم كان بلا تقسيم باعتبار صريح وكناية إذا ما كان جاربه ونبي علي عهدي ذكري علي عهدي حزوري حسي علي عهدي حزوري ذهني جاري وهي إشارة بماهيتي مصحوبك يعني مدخولك باعتبار تحقق ماهيتك لازمني فردك معينة وكي سمبة لم أدخل السوق شوال بازار مثلا على كألي مثلا خوها تلاش تهمو بازاركو منك وقت أظيم شوال ناو بازارو من دون تشي تناو همو بازاركو يعني شو ناو فردي لأفرادي بازار روا لأنك يك بود جيبا جيبا أقر چيتا يك دانا بازار أمريكي من جيبا جيبا أو أوشاء ألا إشارة بماهية مصحوبك لازمني فرديكي نامعينة شو كمنا دام توشتا كام دانا فرد لأفرادي بازار وكو حضرتي يعقوب فرمي وأخاف أن يأكله الذئب هترسم قرق بيخوا أو كارين فردي كي نامعلوم لأفرادي قرق وانيا هو معلوم نيو قرق واتي واسفخوا كامسا حالبي فاس كواتا أو نواء لك بيلن ألي عهد ذهني باشا ألي عهد ذهني أما إي بلاغية
جاء وبوياك أنا وتم أو دانواي إخوة حزوري حسي وحزوري ذهني بحزوري ذهني كذا بويا جن ألي عهدي ذهني جاء من أول بيا صحيحني عارف ولا أو ألي عهدي حزوري حسي حزوري ذهني وأماش فقط ذهني يعني عهدي ذهني جاري وهي لك إشارة بماهية مصحوبك باعتبار تحقق لزمن جميع الأفراد كل أفراد بقى لك يجن ألي استغراق هاو حاربي أها بس تماشاك ألي جنس ألي استغراق ما نقشتي بشرط شيء يقول ألي جنس ألي استغراق ألي عهد ذكري ألي عهد ذهني ألي عهد حزوري ذهني ألي عهد حزوري حسي مباشرش دعنا هاو جائسة لو ألا نباشي أو شباسي وش عشان المنبوح مش حاجة مثلا إما نوع ألمان هيك مثلا فلن اسمك علمك وزين أما أنا وين هو باسي غير ندوائية هو أنا زائد باسي وألا ناك شن ألا أساسا سيبا شا أم تعريفي كأسي باس أم عليك كأسي باس ما كردوا أما ألي تعريفو ألي ترمانية ألي زائدية باشا ألي تريش من هي زائدي التراري زائدي غير اضطراري هي بو مثلا زائدة فوائدك هي شاد بو تزيين بو شاد بو لمح به هل يقبل نوعك شاد بو وزن الشعر به يتو بو اضطراري ويك أنا رأي وعلم بزان أن أل يكون الاستغراق أفراد الجنسي إن حل محلها كل على سبيل الحقيقة تو بزان بيقمان أل دي بو استغراق أفراد الجنس يعني شلون دي بو استغراق يعني إشارة بماهية مصحوبك باعتبار تحقق أو ماهيته لزمن جمع الأفراد كيواية ولا إن حل محلها كل على سبيل الحقيقة زماني أقل كل بتواني لجيء لك دانشة لس سبيل حقنا لس سبيل مجاز باشا وكو مثلا إن الإنسان لفي خسر يعني إن كل إنسان لفي كل تواني لجيء لك داني هاو حالبي بقرينيت شيء جزء من شاشة ألي استغراق ألي ريب شو خصمي يعني شون إشارة بماهية مصحوبك باعتبار تحقق أو ماهيته لازمني جميع الأفراد جاء ما أقل كل سبيل حق شلجك داني شيء أودي أنا بو استغراق أفراد جنسك وجاري وشيء هر بو استغراق بلان بو استغراق الصفات أفرادك ولاستغراق صفات الأفراد إن حل على سبيل المجازي لبو يعني أو الذي بو استغراق صفات أفراد أجر كلك دانش لجيئا ولا لسر سبيل مجاز مثلا يتم أنت الرجل يعني أنت كل رجل مرجل إلا أوصاف وات أوصاف حميدية رجل يعني هل شيء تصور كريبو بياو كأوصاف حميدية بها مو أو وصفان إلا توعية دي أمام مبالغة مجازة متواجبين كلك كدانش لجيئا لك بمجاز دانش لك جاء أقر كلك يعني هسل بوكر بمجاز كريالي را مجازا كلك دان لبر مبالغة مجاز دان يشتغل لجي هنا كلك بمجاز دان يشتغل لجي ألك أو بزان ألك بو استغراق أفرادك نيا بو استغراق الصفات أفراد جنسك الصفات ولبيان الحقيقة إن أشير بها وبمصحبها إلى الماهية من حيث هي أما ويبيان أول بيان قوتمان الإشارة بو ماهية إشارة بماهية مصحوبك أكا بدون هج اعتباره يعني لا بشرط شيء ببيئة ويك اعتبار وجود شيء يا اعتبار عدم شيء لنزل قريب بويا رديبو بياني حقيقة حقيقة ما هي بياني حقيقة كاب كي أجر زماني بألك وبمصحوبي ألك إشارة كريب ولا ماهيات من حيث هي لو روان جوا كماهيته ببيئة ويك هيجي لقال اعتبار كريب هر نفسي ماهيتك خوي لنظر قرين هر إشارة بماهيتك أو بألكيشن ألي جنزي ألي حقيقة ولتعريف العهد الذهني والحضوري والذكري ودي أو ألا بتعريف عهد جاء عهدك أكري الذهني بيا أقر لسر تقسيمك من بروي قلش أن هر عهد بتعريف عهد دي أقر عهدك عهد الذهني بيا يعني ما هنا ألك إشارة بماهية مصحوبك باعتبار تحقق لزمن فردك نامعينة
أجر عهدك عهدي حضوري ذهني به يعني بعضه ألكا إشارية بماهية مصحوبي ألكا باعتبار تحقق لزمني فردك معينة كبحضور معين بحضور ذهني أو تجهل بحضور ذهني وأو تجهل بذكر معين هو أو وهل سكان كواتا عهدي ذهني حضوري ذكري أمسيان حقيقتك أمتشوار أفراد بو استغراق و بيج كاستغراق شكر بدو بشو بلا ما تقسيم انا كربو بشش شنك حضوري كما انا كربو بشو اما انا كربو حضوري ذهني وحضوري حسي ذهني كشمان او قسمته ادابري كايجي باعتباري فردك نامعين ها فيما ابي اسيل لا تنيت ام جاره بحسب وزله والله يا زي بحاز الكذبه